مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نقطة نظام. حلقتنا النهاردة منقسمة على فقرتين. فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن مشاكل محافظة الفيوم والرسائل اللي تلقناها من الأهالي اللي عرض مشاكلهم من أجل توصيل صوتهم إلى المسؤولين في محافظة الفيوم، وده هيكون معايا فيها ضيفة لسيادة المستشار محمد خليفة المحامي بنجد. فقرتنا الثانية إن شاء الله هيكون هنستضيف فيها المستشار حاتم أبو حامد المحامي بالجنايات للحديث عن النصب وظهور ظاهرة المستريح. ولكن في فقرتنا النهاردة أنا حابب بداية أرحب بسيادة المستشار محمد خليفة. أهلا بحضرتك، نورتنا وشرفتنا يا فندم. أهلا بحضرتك. أنا عايز أتكلم مع حضرتك. حضرتك أنت محمل برسائل كثيرة من الأهالي في محافظة الفيوم بعرض مشاكلهم. كنت عايز أعرف من حضرتك أبرز المشاكل اللي موجودة داخل محافظة الفيوم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما من نعمة إلا من الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم احفظ رئيس مصر وجيش مصر وشعب مصر وشرطة مصر وأطباء مصر، وارفع البلاء عن مصر. اللهم ارفع البلاء عن مصر. اللهم ارفع البلاء عن مصر. أمين يا رب. الحقيقة احنا في أشد الاحتياج أن يكون الشعب المصري يدا واحدة ومتكاتفا في هذه الأوقات الصعبة القادمة خلف قيادته الرشيدة، لأنه إحنا داخلين على مرحلة من المراحل الصعبة من قبل أثيوبيا في سد النهضة ومن قبل دول حوالينا تريد السوء لمصر، ولكن إن شاء الله سينصر الله مصر إن شاء الله، وسينصرها على كل أعدائها. اللهم بقيادته الرشيدة. الحقيقة إحنا عندنا في قرية ألمشاه تحديدا مشاكل كثيرة جدا، اللي هي الوحدة المحلية بألمشاه وتوابعها. احنا عندنا في ألمشاه بيت اسمه البيت الريفي، حوالي 510 بيت، كان شركة السلام للمقاولات تم تعاقدها مع مديرية الأسكان والوحدة المحلية بألمشاه، إلا أنه حدث مشكلة خطيرة جدا، أنه الإسكان في الفيوم قام باستلام هذه البيوت الريفية وهي مبنية على وجه الأرض، وحاليا لا تصلح أن تكون بيت ريفي، فهي آيلة للسقوط، وأن فيه ناس دفعت حوالي 10,000 جنيه لكل بيت منذ أكثر من 8 سنوات. تمام. إلا أنه المقاول اللي نفذ العملية لم يتم العملية بعد أن أخذ غالبا أكثر من 80% من حقوقه، وأن البيت الريفي أصبح منهار ولا يصلح الآن لأي شيء. وأنا الحقيقة بناشد الإسكان في محافظة الفيوم، وبناشد محافظ الفيوم المحترم، وبناشد نائب محافظ الفيوم، وبناشد رئيس مجلس مدينة إقصى أنه ينزل على أرض الواقع ويشوف الكارثة الموجودة في البيت الريفي في ألمشاه، اللي هي قالوا عليها توسيعة ألمشاه اللي هي المدينة الجديدة، اللي نتج عنها فشل هذه البيوت، نتج عنها التعدي على الأرض الزراعية أثناء الثورة السوداء 2011. وبالتالي النهاردة أنا معرفش مين اللي أهمل في هذا المشروع. تمام. أو مين اللي أخطأ. الخطأ أمامنا أنه المشروع فشل، والبيت الريفي نهار، وأنه مبني على سطح الأرض، وأن النهاردة في بيوت البيت الريفي 510 بيت لا يصلحون للسكنة على الإطلاق. فأنا بناشد محافظ الفيوم للمرة العشرة أنه ينزل على أرض الواقع يشوف مشكلة البيت الريفي، هو رئيس مجلس المدينة ومديرية الإسكان اللي سلمت شركة السلام للمقاولات إنها تنفذ هذه العملية ولم تنفذها بشكل صحيح. وأنا بناشد الرقابة الإدارية بمحافظة الفيوم بفتح هذا الملف ليحاسب من الذي أخطأ، والمال العام ده راح فين، وإهدار المال العام بالنسبة للبيت الريفي. تمام. ثانيا إحنا عندنا مشكلة موجودة في قرية ألمشاه، وهي توسيعة الكوبري الخاص بألمشاه، لأنه هذا الكوبري موجود منذ حوالي أكثر من 40 سنة، وموجود بشكل عشوائي يعني ضيق، إلا أنه قام فعلا في توسعة تمت ليه، وتم عرض التوسعة للمقاول، وإن إحنا قلنا للمقاول
احنا كنا نتمنى ان التوسعة يستبدل مكانها ان الكوبري كله يتغير ويتم استبداله، واحنا الحقيقة كنا مصورين المسائل دي بشكل فيديو الا ان احنا لم نوفق في الفيديو. طب ايه مدى الاستفادة لما الغي كوبري؟ حضرتك الكوبري ده هو الكوبري الوحيد اللي ما بين ألمشاه والفيوم. ألمشاه من 40 سنة كانت يعني العدد السكان ضئيل جدا، النهاردة عدد السكان ما ينفعش الكوبري ده لقرية كبيرة جدا وخاصة وراها وحدات محلية أخرى بتستفاد من الكوبري، اللي هي الوحدة المحلية بقصر الباسل والوحدة المحلية بتطون والوحدة المحلية بالغرق بيمروا من هذا الكوبري. في عربيات نقل كبيرة جدا جدا بتبقى محملة بأطنان كثيرة بتمر من هذا الكوبري، فالكوبري قايل للسقوط يعني ممكن ينهار. واحنا بنقول انه يعني بدل ما تعمل توسعة والتوسعة بتكلفة، يبقى الافضل ان احنا نستبدل هذه التوسعة بكوبري جديد بخرسانة جديدة بافضل، حتى يبقى على الاقل المتانة بتاعته اقوى ويتحمل الحمل الكبير جدا اللي طالع من ألمشاه. ودي خصوصية محافظ الفيوم ورئيس مجلس مدينة اقصى، ملهاش علاقة بالري. الحقيقة برضو احنا التقينا بوكيل وزارة الري منذ 3 ايام المهندس ايمن خطيري او المهندس ايمن نضر. اللي دار في هذا اللقاء؟ احنا الحقيقة كنا تقدمنا بانه في تكاسي البحر اللحف، وهذه التكاسي احنا نشيد طبعا بالري انه قام بيها لانه هيوفر طبعا المية المنهدرة، بس هي في مشكلة، احنا عندنا مشكلة خطيرة جدا ان احنا كان عندنا هضار موجود بشكل عشوائي، والهضار اللي موجود ده ما كانش بشكل قانوني وما كانش بإجراء قانوني، اتعمل حوالي سنة 84 واتعمل بشكل ودي ملوش أصلا فتحة رسمية موجودة بشكل قانوني. والهضار ده حجز المية عن مساحة حوالي 2000 فدان، كان بيستفيد منه جنبيتين، جنبية بحرية وجنبية إبلية. الجنبية البحرية كانت بتخدم حوالي 60 فدان. في الصورة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنقذ مصر منها وهي 2011 اتبنى على الأرض الزراعية حوالي 30 فدان. كان في هناك زحف عمراني كبير على الأرض الزراعية. التعدي بقى على 30 فدان دول بالمباني أصبح مفيش في استفادة للأرض الزراعية بالمية حوالي 20 فدان. فأنا النهاردة لما أعمل حجز يخدم 20 فدان ويدمر 2000 فدان دي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. فلما احنا عرضنا للمهندس أيمن وكيل وزارة الري الوضع، قال هاتوا لنا خرايط وقدموا طلبات بحيث نقدر نزيل ونشيل خلف الهضار. انا بناشد انه الحجز ده مشكله كبيره جدا جدا ومسبب مشاكل لبحر اللحف وعامل مشاكل كبيره جدا حاجز الميه عن مساحه ال 2000 فدان، وممكن ان بعد التكاسي يتم تبوير هذه الارض والفلاح ما ينتفعش بالميه اللي جايه نتيجه حجز هذه المياه. فانا بناشد انه احنا لا ضرر ولا ضرار انه تنزل لجنه من الري، واناشد وكيل وزاره الري انه يساعدنا في انه الهضار ده مش قانوني وما تمش بشكل قانوني وملوش فتحه اصليه على في الملفات، ينزل يشوف هل الهضار ده له افاده ومنفعه تفيد الفلاح في ارضه وانه ما يحجزش الميه ولا من عدمه. احنا بنقول وبنناشد ان تنزل لجنه على الطبيعه من الري اللي هي الجهه المختصه تشوف انه الحجز ده يفيدنا ولا يضرنا. ما حضرتك في الاجتماع مش عرضت هذا المطلب؟ عرضنا الامر وهو قال هات خرايط وقدموا طلبات. احنا هنجيب خرايط ونقدم طلبات ما عندناش مانع، بس تنزل لجنه من الري على الطبيعه تشوف الهضار ده بشكل قانوني ولا من غير شكل قانوني. المعروف ان دكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم اعلى دائما باجتماعات بالمسؤولين في جميع المراكز المحافظه لمتابعه مشاكل المواطنين، ما اكيد وصل له هذه المشاكل. الدكتور احمد الانصاري الحقيقه محمد بيه احنا طلبناه اكثر من مره انه يزورنا في ألمشاه، ومن يوم ما تولى المحافظه لم يزور الوحده المحليه بألمشاه ولم يزور اي وحده محليه بمركز سواء وحدات معينه في 5 دقائق إيه؟ للتصوير والفيديو. يعني حضرتك ما فيش، بص عشان نكون امنا، القياده السياسيه مش هتشيلها لوحدها ومش هتشيل الحمل لوحده. احنا كنا نتمنى ان الدكتور احمد الانصاري ونائبه يتعاونوا معانا في حل مشاكل المواطنين، لان انا المواطن محتاج ان انا الاقي المحافظ جانبي، او على الاقل لما اشكيله الاقيه. انا شكينا للمحافظ المشاكل بتاع طريق الفيوم ألمشاه اللي هو لا يعمل للاستعمال الادمي،
والحقيقه احنا مش بنتكلم في حاجه اكتر من ان احنا عارفين ميزانيه الدوله. لكن انا شايف النهارده ميدان السواقي كل محافظ يجي يخترع في انه يجمله تمام، ويهدر على المحافظه اموال كثيره جدا. برغم انه ممكن ميدان السواقي ده يفيد المحافظه في انه لو اتبنى محلات وتم تاجيرها للشباب يعمل اعاده اموال للمحافظه حوالي 30 مليون جنيه سنويا. لكن انا النهارده اهد وابني اهد وابني، هذه مشكله كبيره جدا، واحنا الحقيقه عايزين نتعاون في المنفعه العامه وعدم اهدار المال العام. انا النهارده بتكلم في طريق، طريق قلمشاه ده حوالي 14 كيلو من الفيوم لقلمشاه، بيربط الوحده المحليه بالهنا، وبيربط الوحده المحليه بالعزب، وبيربط الوحده المحليه بقصر البسل. والله لا يصلح، والله لا يصلح للاستعمال الادمي. ما هو احنا بنخش في 600 مطب وما نعرفش نمشي اكتر من ساعه في الطريق. سياده المستشار، الدوله بتقوم بدور كبير في هذا الموضوع ضمن المبادرات الرئاسيه. احنا لا ننكر دور الدوله، ومن ضمن يعني حتى القرار الاخير للقياده السياسيه ان في تطوير 1000 قريه كان من ضمنهم مراكز من محافظه الفيوم. حضرتك انا اشوف الرئيس السيسي اللي عمله في مصر والانجازات اللي تمت في مصر ما تمتش من 60 سنه، وانا اشهد على ذلك. تمام. لكن انا النهارده مش هناشد الرئيس السيسي ينزل للفيوم، هو في محافظ للفيوم. كان الواجب على محافظ الفيوم يجتهد وينشط كما نشط الرئيس السيسي، بينزل الساعه 4 الصبح على المحاور وما بينامش. انا نشدت المحافظ انه ينزل يشرفنا في الوحده المحليه بقلمشاه، او احنا ننقل نفسنا للمحافظ لعرض مشكله قلمشاه. مفيش استجابه. انا بقول طريق قلمشاه الفيوم محتاج نظره. انا عارف ان الميزانيات بتحتاج اموال، ننتظر بس ندخل في الميزانيه، يبقى في خطه، يبقى عندنا امل ان احنا في المستقبل طريق قلمشاه يتعمل. طب احنا معانا اتصال الفيوم من احد مواطنين الفيوم، نشوف عرض مشكله اللي هو بيتكلم معانا. استاذ عمر. يا باشا اتفضل. استاذ عمر، ايه السؤال اللي عند حضرتك يا استاذ عمر؟ السلام عليكم. عمر الليثي علي. اهلا بحضرتك. سلمنا يا قلمشاه. اولا انا مدير مدرسه قلمشاه الاعداديه، مديرة قلمشاه الاعداديه بنين سابقا. وعندنا مشكله في الطريق اللي بيتكلم عليها الاستاذ محمد. الطريق ده مسلسل ماسك من السرباس لحد قلمشاه، بيخدم 4 وحدات محليه بطول 20 كيلو. يعني ده مطلب جماعي عند حضراتكم بتطوير. ما اتصرفتش من حوالي 20 سنه. من 20 سنه. تمام. تاني حاجه، عندنا خط الغاز، واحنا كلام السيد الرئيس المشكله بتاع التحويل لعربات الغاز. الخط الغاز مواصل لحد مصنع السكر. واصل لحد مصنع، ومعدي من وسط من جنب القريه. فبنامل ان نشغل القريه او القرى اللي حوالينا بنفس الغاز لتوفير البوتاجاز. نحن عارفين البوتاجاز بيجي مستورد وتمام صعبه. تمام. وعندنا نسبه وفره في الغاز الطبيعي. في خطه موضوعه لتوصيل الغاز الطبيعي للقرى، وده بيتم بعد ان يكون في يعني يكون كل القرى مشاكل الصرف الصحي عندها يعني منتهيه. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ عمر، وطبعا استاذ عمر متفق مع حضرتك في الكلام. اخ عزيز وانسان محترم ومن الناس النشطاء في قلمشاه. مشكله الغاز اللي بيتكلم عليها، مصنع السكر بجوارنا واخد خط الغاز، احنا داخلين في الخطه سنه 26. في قرى بعيده عن خط الغاز داخله في 22 و21، لكن احنا بنقول احنا اولى. بمعنى ايه؟ انه خط الغاز لا يبعد عنا حوالي 200 متر. ما خطط موضوع يا سياده المستشار. لا لحظه يعني. بس لحظه، ما هو داخل في ارضنا احنا. ارضنا احنا اللي دخل فيها خط الغاز، يعني عدى من ارض قلمشاه. خط الغاز معدي من ارض قلمشاه رايح مصنع السكر. مصنع السكر ده في قصر الباسل وبجوار قلمشاه. فاحنا بنناشد برضو ان الاستفاده ما دام مر من ارضنا. وارضنا تم التعويض حقيقه. تمام. يعني مصنع السكر وخط الغاز عوض اصحاب الاراضي عن الخط اللي مر في اراضيها. طب يبقى من باب اولى ان احنا نستفاد بهذا الخط ان احنا ندخل الغاز لقريه قلمشاه. طب سؤال عند حضرتك بس، اسال حضرتك، هل في مشاكل في الصرف الصحي عند حضراتكم؟ هو لا الخطوط في الخطوط لا في خطوط الغاز بتتم توصيلها لما يكون شبكه الصرف لا الصحي لا شبكة السليمه. شبكه الصرف الصحي الحقيقه في قلمشاه شبكه جيده جدا. وشبكه صراحه افادت قلمشاه افاده كبيره جدا. وبرضه انا بضم طلب الحمديه
في انها لها مشروع الصرف الصحي منذ اكثر من 4 سنوات ونزل في الميزانيه، وحتى الان لم يتم انشاء مشروع الصرف الصحي بالحمديه. تمام. والحمديه بتطالب بانشاء المشروع الصرف الصحي. احنا برضو في مشكله كبيره جدا اللي هي بالنسبه لألمشاه، وهي المستشفى القائم، واحنا في فيديو اتمنى انه ينزل على اساس نعرض الامر برضو. على الفيديو جاهز يا استاذ وليد؟ انت معانا الفيديو يا استاذ المستشار، كمل يا استاذ المستشار على ما يطرد الفيديو. الحقيقه احنا برضو يعني ده مهم جدا، عرض المستشفى في ألمشاه. تمام. ده مستشفى اتبرع بيه اهالي ألمشاه. يعني ده بجهود الذاتيه يا استاذ. يا ريت نعلي بس الصوت عشان نستفاد. طب ممكن الصوت معانا يا استاذ؟ الفضل في القريه، المركز بيخدم القريه والقرى المجاوره اللي حواليها. بيحتوي المركز على وحده غسيل كلوي، وحده الغسيل الكلوي بها 8 مكن ومكن الصندباي، وحده الغسيل جزء 4 مكن ايجابي و4 سلبي، ومكن الصندباي بيغسل فيها 32 مريض مجهزه بالجهود الذاتيه. احنا دلوقتي في الوحده ما شاء الله مستشفى. ده عنبر كافه الجهود الذاتيه من الغسيل المتحول ما شاء الله، يعني لا حاجه كبيره جدا وحاجه. وده عنبر الغسيل السلبي، ده كل قائم بجهود الذاتيه بيخدم 32 مريض بيغسلوا. الفضل يرجع لاهالي ألمشاه. والله حاجه كويسه ان في مشاركه مجتمعيه من قبل الاهالي. له مدخلين، مدخل جانبي ومدخل رئيسي. ده بيخدم الدور الارضي، عدد الاهالي في القريه يا استاذ الاستقبال. ده مش بيخدم ألمشاه بس، الدور الثاني بيخدم ألمشاه وتوابع ألمشاه في المركز، حتى لدرجه ان بيجي ناس من بعيد تخصصيه تستفاد بالغسيل الكلوي. يخدم كم مريض ده؟ ما هو بيعرض الامر، هو يعني العرض نفسه بيعرض هو بيخدم كم مريض يوميا، 32 مريض في الغسيل الكلوي. وعندنا حضانات تلقيح الشقه في الدور الثالث اللي هو طالع عليه ده دلوقتي، متجهين نحو المعمل. دي غرفة إشعاع تحت التجهيز، ده المعمل. مجهز بأحدث الأجهزة. تمام. سيادة المستشار، هذا المستشفى قائم بجهود الذاتية. انا هاخد اكمل حضرتك تفاصيل المستشفى دي، بس احنا معنا اتصال من الفيوم تاني هناخده. اتفضل استاذ حماده. اتفضل استاذ حماده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه حضرتك، احنا عندنا خط الغاز ده معدي المحبس الرئيسي، معدي من عندنا من على الخط من شط رمزي تبع ألمشاه مركز اقصى. يعني هم اللي وصلوا الغاز اهالي البلد ووصولهم، خليهم سابوا محبس عمومي للناس توصل منه بعد كده. تمام. فدلوقتي ما حدش سال في خط الغاز ده، وطلعت الاستاذه خديجه ابو القاسم اتكلمت على خط الغاز والصرف الصحي. لحد دلوقتي كده ما فيش حاجه تمت، والصرف الصحي عندنا واحد متبرع بإيرتين وخدت خد الموافقه وما حدش برضه جه سال فيه. تمام. تمام يا استاذ حماده، احنا هنوصل صوت حضرتك. هو الحقيقه احنا في مشاكل كتير، حتى ملاحظ انه في تفاعل مع الناس، التفاعل من مجتمعنا. الحقيقه انا بس برضه بناشد شباب ألمشاه المحترم، هو انا اطباء ألمشاه بس استني يعني انتظرني دقيقه، لانه انا بناشد مش ألمشاه المهاجرين ما يجوناش بعد عمر طويل لانهم يدفنوا في مقابر ألمشاه فقط. انا بناشد كل شاب محترم كفاءه خرج من ألمشاه وترك قريه ألمشاه ان يتفاعل مع ألمشاه ويتعامل مع ألمشاه ويتعاون مع ألمشاه، لانه صنائع المعروف تقي مصارع السوء. احنا عايزين نعمل حاجه للقريه، لان احنا عايشين في القريه لن نتركها. مش من منطلق اي حاجه، لا نرغب في اي عمل سياسي ولا نرغب في اي حاجه سوى الاجتماعيات. تمام. لان احنا حياتنا كلها الاجتماعيات، لان في ناس في ألمشاه بساط جدا وفقراء ومحتاجين التواصل، ومحتاجين انهم يحسوا ان المحافظ وانه المجتمع المدني بيتعامل بشكل تعاوني. ما هو انا برضو بناشد يعني. انا بناشد الاخوه اللي طلعوا المعاش اللي هم اخواتي اللي سابوني بسنتين وثلاث سنين، هم يتفاعلوا معانا وما يركنوش في البيوت ويعملوا رابطه اسمها رابطه اهل المعاش لمصلحه ألمشاه، ويتعاملوا معانا في ألمشاه بدون احنا. انا اتمنى ألمشاه تبقى عيله واحده وكل توابع ألمشاه عيله واحده بمصلحه ألمشاه. احنا عايزين نترك كل الخلافات خلف ظهورنا ونتعامل على ان ألمشاه
وحده محليه متكامله نتعامل في كل مشاكلها. مش محتاجين احنا عضو نواب ينقل لنا مشاكلنا لان مش فاضلنا ومش هيجي لنا، ومش محتاجين حد ينقل لنا. احنا الحمد لله عندنا مثقفين وعندنا اطباء في منتهى الامتياز وعندنا ممرضات في منتهى الكفاءات بدليل المستشفى الناجح، وعندنا قيادات محترمه وشباب زي الفل. نتجمع جميعا في حل مشاكل الامشاء، مش عايزين نتقاعس ونرجع للورق، عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض لمصلحه الامشاء ولخدمه الامشاء دون اي غرض، لان احنا ما عندناش اغراض سوى مصلحه الامشاء. ما حدش هيتكلم عنك، انت اللي هتتكلم عن نفسك وانت اللي هتنقل المشكله لنفسك. ممكن يحصل اعاقه في رد او اعاقه في اجابه او اعاقه في موضوع، لكن احنا عايزين نتعاون في نقل المشاكل للمسؤولين للتعاون معنا. وانا بناشد الحقيقه يعني السيد المحافظ للمره المليون والسيد رئيس مجلس مدينه، يعني احنا عندنا حتى الطريق محتاج جليدر عشان يسوي الطريق، والله ما طلع جليدر له 4 شهور، واحنا حتى قلنا نتبرع بالجاز والسولار على حسابنا عشان يصلح الطريق. الطريق متهالك، يعني ما فيش تعاون من رئيس مجلس مدينه اقصى وما فيش تعاون من السيد المحافظ. اصلا ما فيش رئيس وحده محليه حاليا كان في قلمشاء. احنا كان عندنا رئيس وحده محليه محترم الحقيقه وتم نقله من قلمشاء، واللي بيدير الوحده المحليه شاب محترم برضو لا ننقصه شيء، لكن برضو مطلوب التعاون، مطلوب حد يبقى معاه يشيل الشيله، ما ينفعش يشيلها لوحده تسكرتير وحده محليه. احنا بنقول ان احنا محتاجين رئيس وحده محليه في قلمشاء يتم تعيينه، ما شاء الله الشباب الكفء كتير. مطلوب انه ما دام الطريق مش هيتم اصلاحه في الوقت الحالي يطلع جليدر يصلح الطريق حتى ولو على كل 15 يوم مره بدل الاعاقات اللي في الطريق، لان احنا عندنا اعاقه كبيره جدا. عندنا برضو المشكله اللي رد فيها الاستاذ محمد التوني المتحدث الاعلامي في الاربع كيلو اللي هم بتوع العزب، قال انه بعد ما هينتهي موضوع الصرف الصحي في العزب هيتم اعاده وانشاء على حساب المقاول، لان المقاول اللي اهدر هذا الطريق هو يجب عليه اعاده الشيء لاصله. انا بناشد، عندي مشكله كبيره جدا في ابراهيم ابن ادهم، تم مدرسه اعداديه وتم التخصيص ليها للابنيه التعليميه وتم التوجيه من الوحده المحليه بجوات بابات رسميه، وحتى الان لم تدخل الميزانيه. انا بناشد وزير التعليم ارجوك التدخل في انشاء المدرسه الاعداديه اللي تم تخصيصها من ارض ابراهيم ابن ادهم. يعني في ارض موجوده، في ارض وتم تخصيصها وبقرار التخصيص واستلمتها الابنيه التعليميه. الارض دي موجوده، موجوده من امتى؟ موجوده من حوالي من 30 سنه، بس تم تخصيصها الابنيه التعليميه من 3 سنين والابنيه التعليميه استلمتها. عندنا فدان و16 ايراد في الرفيع، نتمنى ان تبقى في مدرسه فنيه فيه تخدم الخط الشرقي والخط الغربي وتخدم مركز اقصى كله. عندنا ارض في عزبه الجبل، ارض املاك دوله، مركز اقصى ما هو من ضمن القرى اللي في المبادره الرئاسيه اللي اقترحت في الفتره الاخيره. احنا نتمنى ندخل التطوير، ما هي دخلت ضمن التطوير. لا يعني مركز اقصى ما مش بشكل رسمي، ما هو لا ده مش بشكل رسمي، مركزي اقصى ومركزي يوسف ومركز كل القرى مش كله. انا اتمنى اناشد السيد الرئيس المحترم المحبوب الغالي علينا ان قلمشاء تكون من ضمن القرى اللي هي في حياه كريمه، اللي هي 1200 قريه. انا اتمنى انها تنظر. ما هو ست المستشار بتبدا الخطه المبادره الرئاسيه موضوعه بتبدا بقرى تنتهي تلجا الى قرى اخرى. احنا ما يعني هم بداوا بمركزين في محافظه الفيوم، اكيد في خطه موضوعه لباقي المراكز. لا ننكر المجهود الضخم الغير عادي اللي بتقود الدوله في انشاء الطرق والمرافق على مستوى الجمهوريه. انا ما فيش مكان في مصر ما فيش عمل، لكن انا بقول في محافظات مش منظور ليها بشكل يعني جد شويه. انا بقول للدكتور احمد، يا دكتور احمد يعني احنا ربنا يعافينا من الكورونا، ان كنت خايف من زياره قلمشاء في تباعد وفي كمامات، احنا مش عايزين حضرتك نقابلك، انزل شوف بنفسك انت الاماكن اللي هتشوفها. انا بتكلم في البيت الريفي، البيت الريفي مدمر منتهي، فين فلوس البيت الريفي؟ شركه السلام اللي عملت البيت الريفي دي راحت فين؟ اللي هي انشاته بشكل خاطئ بشكل عشوائي ومع مديريه الاسكان. لو حضرتك شفت فلوس راحت على الدوله واهدار مال عام. انا بتكلم دلوقتي في كوبري، بدل ما نوسعه ويحصل توسيع عليه، المانع ان احنا نغيره، المانع ان احنا نستبدله، المانع ان احنا نعمله احسن، حتى لو احنا هنشارك اهل القريه بجهود الذاتيه، احنا ما عندناش مانع. اللي عمل مستشفى بالشكل ده وبالشكل المحترم ده وفيها 12 مكنه غسيل كلوة، برغم ان احنا محتاجين 550 الف جنيه لحضانات والتوصيل الاكسجين في المستشفى، ولكن احنا بنناشد شباب قلمشاء واهل قلمشاء لانهم كفاءه وجيدرين بانهم يشيلوا المستشفى بقدر الله،
وعندهم الاستعداد بالجهود الذاتيه، لكن عايزين تعاون من المحافظ انه يخلص لنا اجراءات الترخيص وينهينا اجراءات الترخيص. وانا بقى طالب الامشاه هي اللي تدير المستشفى بقيادتها وبشبابها وباطبائها، ما يتفرضش على المستشفى جمعيات تشرف على اداره هذه المستشفى. ليه؟ لان الجمعيات دي انا ما اعرفش بتشرف ليه، لانها لا انشات ولا شاركت ولا عمل جهود ذاتيه. هذا المستشفى منشا بقريه الامشاه وشباب الامشاه، يبقى اللي يديره اهل الامشاه واللي يشرف عليه اهل يتم الامشاه. يتم تشكيل لجنه من الاهالي هي اللي تكون مسؤوله، يعني هو في مجلس اداره عن اداره اي الامشاه، لكن انا اي مشروع يقوم بجهود ذاتيه. انا اتمنى انه شباب الامشاه، احنا عندنا اطباء من الشباب الناجح جدا. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، ايه اللي ينقص المستشفى دي حتى الان؟ حاليا ينقص ان احنا عايزين نعمل حضانات. مشاهد الفيديو اللي معانا بيتكلم ان احنا حضانات المستشفى على اعلى مستوى. يعني الدور الثالث تم انشاءه واتعمل سقف معلق، محتاج حضانات ومحتاج غاز اكسجين، محتاج حوالي 550 الف جنيه. 550 الف جنيه ده عشان المستشفى تتم استكمالها ويتم اجراءاتها وانشائها. وان كان في اجراءات في الترخيص ناقصه، احنا بنطالب المحافظ يساعدنا فيها لانهاء الترخيص. لان برضه دي مشكله كبيره جدا. انه المستشفى ما يعني ما ينتهيش من ترخيصه. وطبعا قلنا للمحافظ شرفنا وتفضل، يقول لك احنا عملنا مستشفى في مكان مرموق جدا في مدخل البلد بتبرع بجهود ذاتيه. يجب انه برضه نشعر بالدعم من السيد المحافظ حتى بزيارته، حتى يقول شكرا، حتى يشوف الناقص ايه واحنا مستعدين. انا برضه بناشد للمره المليون شباب الامشاه المهاجر انه يساعدنا ويحط ايده في ايدينا ويقف لقريه الامشاه ويقف يساعد مع اهالي الامشاه وشباب الامشاه في حل مشاكل الامشاه. احنا المشكله كمان عندنا ارض في الجبل، ارض كبيره جدا، وزي ما قال الاستاذ محمد التوني انه رفض 16 ملف للتقنين للخدمه والمنفعه العامه. طب انت بتعمل منفعه عامه وبتعمل خدمه عامه، انا عندي برضو مشكله بطالب فيها وزير النقل وبهيئه الطرق، ان انا عندي مدخل الامشاه جاي من طريق مصر اسيوط، المدخل ده فيه دخله منه لالامشاه، في كلام انه هيتم سد هذا الدخله، سداد هذه الدخله او غلق هذه الدخله، وتبقى مشكله كبيره. يبقى مفيش منفذ لمدخل الامشاه حد يدخل منه غير يعمل يوتيرن من عن طريق قصر باسل حوالي 11 كيلو، ودي مصيبه كبرى لو احنا اتقفل المدخل من طريق مصر اسيوط لدخله الامشاه. حضرتك بتقول كلام يا سياده المستشار، ما اعتقدش ان هيتم اغلاق مدخل لقريه. يا فندم بيروق كلام، هو الطرق احنا عايزين نتكلم عن حقيقه معينه. انا ما بتكلمش غير في الواقع. انا حضرتك هو لم يتم اغلاقه حتى؟ لا لا، هو ما هو لسه في انشاءات. في انشاءات، لكن بعد ما يتم الانشاءات احتمال يبقى فيه التيرن، اليوتيرن هيبقى بعيد جدا. انا بقول اليوتيرن ما يبقاش بعيد 10 كيلو عشان الف واروح الفيوم، انا عايز يوتيرن قريب حوالي كيلو اقدر ادخل منه الف اروح الفيوم. لانه ده المدخل والطريق السليم الوحيد اللي باجي منه من الفيوم لألمشاه، بيزيد عن الطريق اللي هو الاصلي اللي هو بتاعنا 12 كيلو. وبرغم كده بنيجي منه عشان الطريق سليم. فما نتحرمش من الطريق السليم ويتقفل ويتقفل مدخل الامشاه من طريق مصر اسيوط وطريقنا متهالك لحد ما نشوف ميزانيه. ده الرساله اللي حضرتك حبيت توصلها بخصوص هذا الطريق. الرساله الاخيره بس لحضرتك، لان وقتنا للاسف الحقيقه انا الحقيقه بناشد، الرساله الاخيره بناشد شباب الامشاه انه يكون يد واحده، وانه يكون يد واحده في مشاكل الامشاه، مناشده المسؤولين بمشاكل الامشاه. شبابنا محترم، عندنا شباب كفاءه، عندنا رجال محترمين، يجب انهم يضعوا ايديهم في ايدي بعضهم، وانه يعني يبقى في يد واحد. واناشد الناس اللي بتزعل وتركت المستشفى تعود للمستشفى، لان هو بيخدم ربنا وبيخدم المواطن الفقير وبيخدم المريض، ملوش علاقه بالمسائل الشخصيه. تمام. احنا كلنا نتكاتف في حل مشاكل الامشاه وفي انهاء مشاكل الامشاه وفي نقل مشاكل الامشاه للمسؤولين، ونحن معهم واخر الصف، وربنا يوفق ويصلح الحال ويحافظ على شعب مصر وينصر رئيسنا والقيادة السياسية. وانا بشكرك جدا والف شكر. شكرا سيادة المستشار محمد خليفة المحامي من نقد. وانا حابب في نهاية الفقرة اؤكد على حاجة مهمة جدا، ان الدولة المصرية بتتحرك بكل قوة في ملف تطوير الكرة، في مبادرة رئاسية تحت اسم حياة كريمة، اخرها الاسبوع فات تم طرح تطوير ألف قرية كان من ضمنهم كرة من محافظة الفيوم. أنا بشكر حضرتك سيادة المستشار، وأتمنى جداً. إن احنا نوصل رسالة حضرتك للمسؤولين في محافظة الفيوم دائما وأبدا، وربنا يوفق كل شعب مصر. اللهم آمين يا رب، ويتكاتف ويكون يد واحدة خلف كتف. انتظروني بعد الفاصل إن شاء الله للحديث عن جرائم النصب مع ضيفي المستشار حاتم أبو حامد المحامي بالجنايات. انتظرونا بعد قليل.